مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ مساء النجاح، مساء الشهرة، ومساء الإبداع. شكرا للعكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن نجاح نية هذا الشهر. إذا كنت ما حطيت النية حط النية بليز. إذا كنت ما حطيت خلفية الجوال حط خلفية الجوال بليز. اللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال. شيء جميل صدق صدق، تشوفه كذا فيها جمال. وإذا ما شفت الفيلم شوف الفيلم، جت كثير تعليقات جميلة على الفيلم. راح نناقش الفيلم إن شاء الله منتصف الشهر على سناب شات. وعندنا 8 مواد موجودة على الموقع sumi369.net. إذا تبغى تتعمق في النية، إذا عندك فلوس، إذا أنت جاهز إنك أنت تقعد تتعلم وتطبق. عندنا شفرة كاليوبي للمبدعين أو اللي حايسين ما وصلوا لإبداعهم. عندنا قانون المسؤولية. عندنا قوة التوكل والتسخير. عندنا ذاكرة النجاح وثورة الفشل. عندنا قانون السعي وطاقة الشهرة. واللي يبغى يحضر طاقة الشهرة أبغى أقول يحضرها من بدري، من أول الشهر، عشان يحط معانا النية، تكون كامل نية هذا الشهر تكون طاقة الشهرة أو الشهرة، نية الشهرة. اليوم نبغى نتكلم أكثر عن موضوع الفشل، مهم هذا الموضوع، وبعدين ندخل في أسئلة الفشل. نبغى نركز اليوم على الفشل بس، أوكي؟ نبغى نركز الفشل يعني على هذا الموضوع من كل الجوانب. نبغى نرحب أصدقائي على تيك توك، أهلا وسهلا، شرفتوني. تقول لك الفيلم رائع، أوكي برافو. طيب الغضب طلع عندي، كويس، برافو برافو، الحمد لله، في حركة في حركة. طيب أول شيء خلونا نقول إيش القوة اللي ممكن خلوني أوريكم محاور. عندنا ثورة الفشل. ثورة الفشل من المواد اللي أنا أعتز فيها صراحة، كذا لها وقع خاص في قلبي. ليش؟ إنها من المواد اللي تكلمت فيها كثير عن مشاعري، خصوصا مشاعري مع موضوع رجلي، لأنه حست كثير وصار في فشل كثير في هذا الموضوع، فتكلمت كثير عن هذا الموضوع، فهي كثير قريبة لقلبي. وهذا القصة اللي أنا أعيشها هي قصة علمتني كثير من الدروس، هي قصة رئيسية في حياتي صراحة، هي أكبر قصة رئيسية في حياتي، وهي علمتني كثير من الدروس وعلمتني كثير من الطرق والأدوات ووصلتني كثير من الأبواب. ما أعتقد أني أوصلها بدون هذه العقدة. فجزء لا بأس فيه من القصص هذه حطيتها في ثورة الفشل. ثورة الفشل طبعا في مراحل من مراحل الظلام أنت تثور عشان كذا سميتها ثورة الفشل. وأنا ثرت مبكرا، يعني في عمر يمكن 18 ثرت، صار عندي يعني حالة غضب مع قهر، كلها مرتبطة بقصة وضعي الصحي. فتتبعت يعني مريت بمراحل كذا مثل الطبقات، طبقة تخلص طبقة تطلع لك طبقة، تخلص طبقة تطلع لك طبقة ثانية. ومرات ما تلقى خيارات في الحياة إلا أنك أنت تتقبل هذا الفشل، يعني ما تقدر تحل الموضوع، ما تقدر يعني تودي يمين تودي يسار تقلبه فوق تحت، ما تقدر تحل القصة. فجزء كبير من ثورة الفشل هو جزء من تجربتي، من تجربتي مع هذا الفشل. لذلك أعتبر هذه المادة كثير قريبة مني، وأعتبرها يعني من المواد اللي يعني شوفوا أنا هالحين أقول أبغى أرجع أسمعها مرة ثانية، أوكي أبغى أرجع أسمعها مرة ثانية وأشوف ردة فعلي وأشوف مشاعري تجاهها مرة ثانية. طيب أول شيء عندنا المقدمة، بعدين قصتي مع الفشل، بعدين فلسفة الألم لأجل النجاح، بعدين نوايا الفشل،
بعدين محور احتمالات الفشل، بعدين محور وضعية الفشل، بعدين محور شعورك تجاه فشل الآخرين، عندنا محور رسائل الفشل، عندنا محور حقائق عن الفشل، وعندنا محور درجات الظلام، وعندنا محور موقعي من خريطة الفشل، وعندنا كيف يرى الناس الفاشل، وعندنا طفلك الفاشل، وبعدين اختبارات الظلام، محور اختبارات الظلام، ومحور التشافي بالظلام، ومحور مجاملات الفشل، وبعدين الخاتمة. طيب خلني أبغى أقول لك إيش ممكن الفشل يعطيك من قوة، إيش ممكن يقدم لك، لأن إحنا نحس إنه النجاح فقط هو اللي يخدمنا، هو اللي يعطينا، هو اللي يقدمنا، هو شيء اللي نبغى نروح لبعدين إحنا نحصل على شيء مرة رائع من خلاله. لكن أيضا الفشل يعطيك قوة، أكبر قوة يعطيك إياها الفشل إنه هو يعلمك طريق النجاح، لأنك مرات ما تعرف الطريق اللي السالك، ما تعرف الباب المفتوح، ما تعرف القمة إلا لما تكون في قاع، ما تعرف أدوات النجاح إلا لما تسقط، إلا لما تتكسر، إلا لما تفشل، إلا لما تخرب القصة تماما تقول آه أوكي عرفت إن هذا الطريق كان هو طريق النجاح، آه عرفت إن هذه القصة هي قصتنا، آه عرفت إن هذاك الباب هو الباب المفتوح. فهذه قوة، هذه قوة إنه أنت يعني احتجت إنك أنت تروح لهذه الطاقة وتحصل على النجاح من خلال الفشل، إنك أنت تمر على هذه القصة حتى تحصل على قصة النجاح من خلال الفشل. ودائما أنا أقول، سمعتوني كثير أقول إنهم أسياد القمم هم أسياد القيعان، أسياد القمم هم أسياد القيعان، اللي يعرف يطيح ويعرف كيف يشيل نفسه لما يطيح هو اللي يعرف يكون نجم ويصعد، هم هذولا اللي يعرفون للقاع يفهمون القاع، هم اللي يفهمون القمة، لأن القمة والقاع هم واحد، وهذا شرحته في ثورة الفشل، القمة والقاع هم واحد، هم زي بعض في الصورة الكبيرة، هم واحد ما في فرق بينه، بس إحنا نتصور بسبب عقولنا إنه القمة شيء والقاع شيء، لذلك هذولاك اللي يعيشون في القمة هم يفهمون القاع، واللي يعيشون في القاع هم أكثر ناس يفهمون القمة أو يستطيعون أنهم يوصلون للقمة. لذلك لما توصل قد يكون مرات الفشل هو أقصر طريق للنجاح، هو أقصر طريق للنجاح، أنك أنت تفشل عشان من هناك تأخذ الطريق، مو من الطريق الطويل، مو من طبقات أو درجات النجاح. فهذه قوة من الفشل، أنه أنت تعرف هذا النجاح لما تمر بالفشل. أيضا أحد الأشياء القوية جدا في الفشل أنه الفشل يبقيك متواضع، الفشل يبقيك حاط رجلينك على الأرض، أنك أنت تتواضع، لأنه الشخص لما ينجح بعدين ينجح بعدين ينجح بعدين ينجح بعدين ينجح بعدين ينجح، يعني تعرفون طبيعة الإنسان، طبيعة البشر، تكلمت عن هذا الموضوع في حياة السرية للبشر، طبيعتهم كذا مغرورين. طيب كذا يعني هم البشر كذا أكثر شيء جدلة وشي، يعني ما عندهم إحساس بالمسؤولية ولا بمجموعهم مو بأفرادهم. فلما يصير الواحد يعني ينجح 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 غالبا، يعني إذا هو يعني ما سيطر على القصة بشعور وبتوجه سماوي أو روحاني، غالبا راح ينتفش، غالبا راح ينتفش، راح يصير خلاص يحس إنه هو يعني خلاص هو يعني نمبر ون في كل العالم، خلاص انتهى الموضوع. لذلك لما يكون عندك فشل يخليك متواضع، يخليك حتى وانت ناجح متواضع، متواضع عارف القصة، فاهم الموضوع، ولا ترى بأس في الأشخاص اللي فشلوا معاك في نفس الخط،
لأنك أنت في مضمار آخر فاشل مع ناجحين. تخيل يعني أنت الآن في المضمار هذا أنت ناجح مكسر الدنيا أوكي، بس أنت في مضمار ثاني أنت فاشل هم الناجحين. تخيل في أكثر من مضمار في الحياة، هو هذا هو الواقع. فأنت في هالمضمار ناجح، لكن في المضمار الثاني أنت وياهم نفس الشيء فاشل. هذا يخليك متواضع. خليك متواضع لما تستحضر كل هذا المضمار وهذا، تكتشف انه انت يعني ما انت نمبر 1. لا لا لا، عندك قصة فشل في المضمار الثاني، عندك قصة فشل في المضمار رقم 10، عندك قصة فشل في المضمار رقم 20، وعندك قصة نجاح في المضمار رقم 2. فانت في المضمار رقم 2 ما تنتفش، ما تنتفخ، تتواضع تتواضع، تكسر هال هال هالكبر هالكبر. وعلى فكرة الكبر من المشاعر اللي كثير 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 خطرة، كثير خطرة على الإنسان. وإن شاء الله أني راح أتفرغ وأتكلم عن هذا الموضوع لأنه كثير مهم الكبر. كثير أن الإنسان لما يتكبر ينحرف انحراف يعني لا يمكن لك أن تتصوره. لما يعني يختار هذه الفكرة أو هذا الشعور يلف لفة يعني يدمر كثير من الأشياء. فالفشل يعني ممكن انت وزميلتك في الدوام اوكي، انت متفوق عليها وانت في منصب عالي وكذا، بس هي ام ناجحه وانت ام فاشله. فانت يعني ما تحسين اوه واو انا مديرتها وانا لا، بس هي وين، هي ام يعني ام قديره، ها هي يعني عندها نجمه ثانيه يعني. فيخليك متواضع يعني اوكي، بلاش يعني تشوف نفسك يعني. فهذا ايضا من قوه الفشل ومن جمال الفشل. ايضا من الشيء القوي جدا والجميل جدا في الفشل انه الفشل يعلمك اصدقائك، يعلمك حبايبك، يعني يسوي لك كذا، ينخل الناس نخل، يسوي لهم تصفيه. فلما تطيح، لما تفشل، لما تكون في مضمار وتكون الاخير، بتشوف مين معك، مين واقف معك، مين قاعد معك. في المضمار الثاني اللي انت ناجح فيه راح تلقى يعني ناس معك كثير كثير، او خلنا نقول اكثر. لكن لما تفشل مين بيبقى معك، مين سيرافقك في هذه الرحلة المزرية؟ رحلة الفشل مزعجة، مزعجة، ومرات يمتد ازعاجها للاخرين على فكرة. يعني انا افترض انه قصتي هذه قصه الالم اللي مريت فيها الصحيه، اعتقد انها ازعجت كثير ناس حولي. اعتقد انه في ناس تحملوا جزء من هذا الالم حولي، تحملوا يعني تلخبطت حياتهم، ترتبت حياتهم بطريقه معينه، تقصقصت حياتهم عشان هذه القصه. فانت في مضمار الفشل بتعرف مين معاك، مين بيبقى معاك في هالحوسه هذه، في هالنقطه الظلمه اللي عندك، في الموقف الصعب، في الادوات التعبانه اللي معك، في القيعان، في الانكسار، في الخيبات، لما ما يكون عندك بنزين، لما تخرب كل القصه، لما تتفركش الدنيا، مين راح يكون معك لما تكون اخر واحد، الفاشل الاكبر، مين بيبقى معك، مين بيبقى معك، مين راح يضحي عشان هالقصة التعبانة، مين؟ هذه قوة من قوة الفشل، انك انت راح تعرفهم، راح تشوفهم، راح تقيم. في بعض الاشخاص ينسون اللي كانوا معاهم في الفشل، ينسون لما يصعدون، ينسون اللي كانوا معاهم يوم من الايام، كانوا في اللحظات الحرجة، كانوا في المواقف الصعبة، ينسونهم. لكن هذا الفشل يعلمك. فالمفروض أننا نتعلم الناس اللي معانا، هذولا طول الحياة، هذولا مثل لزقة الجروح، هذولا ما تستغني عنهم، هذولا مفروض لهم تقديرهم، لهم مكانتهم في حياتك، لهم اهتمامهم، لهم شعور خاص، لأنهم قد يكونون هم الأشخاص اللي يحمونك مرات من أنك أنت تطلع برا التجربة، لما يكون الموقف مرة صعب، أصعب من أنه فشل، مرة صعب للأخير، صعب للأخير، أصعب درجات الصعوبة،
مرات القصة تروح مرة صعب، تروح مرة ألم، تروح فشل يعني ذريع جدا. فالأشخاص اللي وقفوا معاك هذول يعني كأنهم يعني حماة على الأبواب، إنه أنت يعني ما تسوي إجزت من هالتجربة ولا يعني تخربها للآخر. ذيك هذول الأشخاص مهمين، وقوة الفشل إنها توريك إياهم، إنك تهديك إياهم، تعلمك إياهم، توضحهم لك، تخليهم واضحين أكثر، تخليهم قدامك، تقدر تميزهم، تقدر تحطهم في خانة واضحة. هذول مهمين، هذول مهمين في الحياة. طيب تقول طليقي حماني أطلع برا التجربة، وأنت أيضا يا دكتورة حبيبتي شكرا جزيلا على هذا الكلام. طيب خلونا ناخذ أسئلة، خلونا ناخذ أسئلة على الفشل. أوكي خلونا نركز على الفشل. أعتقد الفشل موضوع مهم إنه ينفهم، وإنه يعني كلنا فشلنا في مضمار ما، كلنا مهما كنا فشلنا في مضمار ما، ندري عاد هو 10 مضمارات فشلنا فيها ولا مضمارين ولا كلنا يعني عايشنا قصة فشل، سواء كانت سطحية ولا متوسطة ولا عميقة جدا ولا يعني ظلام دامس، كلنا مرينا بهذا القصص. ذيك ما نبغى الفشل يظل موضوع نهرب منه وما نستطيع ان نفهمه ونواجهه ونفهم رسائله ونفهم اختصاراته ونفهم ليش هو موجود اصلا، ليش القصة هذه موجودة. نبغى نفهم الفشل اكثر، وعشان ما نهرب من الفشل، عشان يكون في النهاية الفشل زي النجاح. طيب سامية حبيبتي تقول ليش نخشى الفشل قبل المحاولة رغم ان الفشل يعلم وفيه رسائل؟ لأنه ما زالت عند البشر قيمة النجاح أعلى بكثير من قيمة الفشل، ولم نستطع أن نرى الموضوع بطريقة متساوية، ما استطعنا هذا الشيء، ما استطعنا أننا نعطي الفشل مساحته، ما عندنا الجرأة والقوة والثقة أن نعطي الفشل مساحته ونسمح له أن يتواجد. خلونا نتذكر انه الله سمح للشيطان انه يكون موجود، صح؟ الله احكم الحاكمين. ها صديقي يقول ما هي المشاعر الاساسية المسببة فشلنا على كل الاصعدة؟ تكلمت عن هذا الموضوع باسهاب في ثورة الفشل، اقترح عليك انك تحضر هذا الموضوع، بس اقول لك بشكل عام انه كل شخص عنده مشاعر هي اللي تجره لهذا، بس مو دائما هي المشاعر اللي تحطك في قصة فشل، مو دائما، مرات القصة هي فيلك الابيض، هي قصة من الروح، يعني انت عالق فيها مع كل مشاعرك، يعني تجرب عليها كل تجرب عليها كل المشاعر، ما تخلص، تجرب عليها خوف، عار، تجرب عليها يعني اعلى كذا، ما تخلص، ما تنتهي. ومرات شعورك هو اللي يجرك ايا كان هذا الشعور، في شخص مثلا شعور الخوف هو اللي خلاه فاشل، في شخص شعور الشجاعة هو اللي خلاه فاشل لانه تشجع وصار في وجه المدفع يتورط فشل. يقولك يعني عندهم في بعض الاحكام، يقول بعض الحكم شوية يقولك من خاف سلم عشان يحذرون الشجاع لا يفشل، عشان لأنه يصار شجاع كذا وصار في وجه المدفع راح فيها فشل لأنه شجاع، مع المشاعر شجاع يعني بس فشل. تاني انت ما تدري وش المشاعر اللي تخليك فاشل، وش المشاعر، كل المشاعر ممكن توديك للفشل، كل واحد عنده قصة، كل واحد. لكن طبعا انا دائما اقول الشعور الرئيسي اللي مخربط حياتك هو اللي يستحق الاهتمام حاليا. انت الان خايف، ركز على موضوع الخوف. انت الان تشعر بالعار والفشله والخجل، ركز على هذا الموضوع، ركز، نظف العار. انت الان يائس، ركز على الياس، لان الشعور اللي يقودك الان هو في الغالب اللي راح يقود الفشل، هو راح يحول القصه الى قصه فشل. يعني شخص يائس حاليا يمر بحاله ياس او مرحله ياس راح يفشل بسبب هذا الشعور، بسبب هذا الشعور اللي هو يقود المرحله. فركز بس على الشيء اللي هو في التوب الآن، اللي هو على الطاولة الآن.
تقول شعور الشجاعة، فتحت مشروعي وفشلت وخسرت وخرجت بديون. تكلمنا عن هذا الموضوع أظن في الشهر اللي تكلمت فيه عن الشجاعة، وقلت لكم على موضوع الشجاعة المالية، وقلت لكم أنه أنا أقوم بالشجاعة المالية لكني ما أدعو الناس لها، ما أدعونا، لأنه يوجعني أنه أحد يقول أنا سويت هذا الشيء لأنه أنت نصحتيني فيه، ما يطيعني قلبي. بس لما أشوف ناس في المجتمع يقومون بهذه الدعوة أقول يجب أن يكون في المجتمع أشخاص مثل هذا. يعني في شخص مثلا كثير مشهور يقول للناس اتركوا وظائفكم روحوا سووا بزنس وما أدري إيش هو كذا، يعني عنده جو كذا يعني متهور وفي شجاعة كثير. صراحة المفروض يكون موجود هذا الشخص بكل مجتمع، أو يمكن اثنين أو ثلاثة، يعني مهم إنه يكون موجود هذا الشخص اللي يشجع الناس، مهم. بس أنا ما أسوي، بس أنا شخصيا أسوي هذه الأشياء. بس إذا فشلت فشلي على نفسي، ما قاعد يعني أدخل ناس معي. فكل واحد عنده برضو قصته ودوره في الحياة. فهي تقول لك إنه الشجاعة دخلتني عالم الفشل. خلود حبيبتي تقول بعد الكثير من الفشل والفشل تحولت مشاعري من حزن وخوف إلى غضب انفجاري على الجميع بدون استثناء. حبيبتي حاولت أنظف الغضب، ما في تحت الغضب لا خوف ولا عار ولا حزن. تشتب غضبي يا دكتورة، تكفين ساعديني، بديت أحس قلبي بينفجر. حبيبة قلبي بسم الله عليك، بسم الله على قلبك، وإن شاء الله ما ينفجر قلبك. أبغى أقولك أنا مريت بهذه القصة، مريت بهذه المرحلة، وزعلت على كل شيء وكل أحد، وغضبت على كل شيء وكل أحد. يعني حطي تحت هذه الجملة كل شيء في الحياة وبرا الحياة وفي كل العوالم، كل أحد كنت زعلانة وكنت غاضبة من كل شيء، كل شيء. لأنه ليش أنا، ليه وش القصة، ليش أنا أعيش هالألم وهذه التجربة. فأعرف هذا الشعور بالضبط، أعرف يعني لحظة ما أنت يعني ولا تبغين تسمعين أي مبرر ولا أي فلسفة. شفت تصلين هالمرحلة أنه يا عمي روح أنت وفلسفتك. لما تعيش الألم اللي أنا أعيشه ذاك الوقت تعال تفلسف علينا، عاد مستحيل تلقى أحد عايش الألم حقك، مستحيل، لأنه كل قصة مستقلة بذاتها، مستحيل. يعني ما تلقى أحد عاش نفس القصة بآلامها وبتفاصيلها وبأسئلتها وبلفاتها يعني بزنقاتها، ما تلقى. لذلك يؤلمك أكثر أنك ما تقدر تسمع من أحد، ما تقدر. وكل اللي يقولون تقول يا عمي روح، يا عمي أنت وين وحنا وين، يا عمي أنت جربت عشت اللي حنا عشنا ولا ما عشت. أنت تتكلم عن إيش؟ تتكلم عن حب وسلام يا عمي روح تدردش على أحد يصدق هذا الكلام. فأعرف بالضبط هذا الشعور، أعرف أنه ولا شيء ولا أحد ولا قصة ممكن تقنعك، لأن تحسين أنه أنت في ظلام وما في أحد قادر يفهم الظلام اللي أنت فيه، ولا في أحد حصلا قادر يعني يشارك القصة يعني بتفاصيلها من الداخل. أنا أقول لك مع أنه كثير ناس كانوا معاي في الطريق، يعني أبوي، أمي، زوجي، إخواني في مرات، أخواتي في مرات كانوا معاي في الطريق، بس ما أحس أنه أحد كان معاي في الداخل. ما أحس أنه أحد فهم القصة كاملة في الداخل. ما أشعر. لما يجي أحد يعني يطبطب ولا يقول كلمة ولا نص كلمة، أحس أنه هو أنت وين يا عمي، أنت وين يعني. لا تبدأ تناقش أقصى شيء وأكبر شيء، ولا عاد يعني لك أي أحد أي شيء، ولا أي كلمة ولا أي جملة ولا أي حكمة ممكن أنها توقف هذا الغضب. أفهم هذا الشيء، أفهم. ولما تكون في الطريق وما معك أحد بعد يكون الألم مضاعف، يكون الألم مضاعف. ولما تشوف بعيونك أنه الخطأ يتضاعف، اوكي، لما تشوف في عيونك انه الخطا بيصير دبل مع الوقت، الخطا يصير دبل، تقول بعد زياده على كذا، بعد مكملين في الاخطاء، مكملين في الظلام، مكملين في الفشل.
والان انت تقولي اني انا تحت الغضب ما في خوف ولا في عار ولا في يعني ما في اي شيء تحت هذا الغضب. ابغى اقول لك نعم في اشياء، في اشياء تكلمت عن كل هذه الطبقات في ثورة الفشل. ابغاك تعطيني فرصة اخيرة وتحضرين ثورة الفشل. اعرف انه صعب على شخص مثلك انه يسمع، بس اعطيني فرصة اخيرة واحضري ثورة الفشل. احضريها وشوفي ايش ممكن توريك من زوايا في الحياة، وش ممكن تساعدك فيه، وش ممكن توصل مشاعرك. اقترحت لكل مرحلة بعض الحلول، لأنه تمر بمراحل كثيرة وانت فاشل وانت في القاع كذا، وانت فاشل وانت مع الظلام تسوي ديل مع الظلام اللي انت فيه، تمر بمراحل واحدة منها هذه وأبشع شيء اللي هي مرحلة الغضب اللي انت يعني تسوي فيها طز، مو بس للدنيا، لكل شيء، لكل شيء يعني خلاص تبيعك، تبيع اللي قدامك واللي وراك عشان هالقصة. فأقول لك عطيني فرصة واحضري ثورة الفشل خلود، وإن شاء الله إن شاء الله إني أكون ساعدتك حبيبتي. أنتي تقول لك بالنسبة لي كورس الغضب فادني كثير. ممكن خلود إذا ما حضرتي الغضب برضو احضري الغضب، ممكن يساعدك. شيماء حبيبتي تقول كيف لا أشعر بالعار والعجز عندما أفشل؟ مهم تنظفين العار، مهم تنظفين العار. شوف إحنا البشر بجماعاتهم بمجموعهم يحبون يشعرونك بالعار لما تخطئ أو لما تطلع برا الصندوق حقهم. يعني سواء كنت صح أو سواء كنت غلط وفقا لفكرة الصح والغلط بمفهومهم جوا صندوقهم، بيفشلونك، بيشعرونك بالعار، بيفشلونك. هم جاهزين البشر جاهزين انهم يشعرونك بالعار، لانه جزء كبير منهم يشعرون بالعار، فجزء من دورهم انهم هم يفشلونك. فانت اما يكون عندك الخزان مليان فتتأثر، واما انه يكون عندك الخزان نظيف، فبالتالي هذا الشعور ما يفرق معك. لذلك مهم انك انت تنظفين العار، مهم مهم انك انت تنظفين العار. فاطمة حبيبتي تقول ليش لما تفشل تصير كل الناس حنونة عليك وتحاول تقرب منك، واذا نجحت ما حد لحس؟ برضو في هذا الشيء، الناس اللي هي تفرح بالفشل، تتعاطف مع الفشل، يتعاطفون معك لما تفشل، يتعاطفون مع الشخص لما يبكي ولما ينوح ولما يصيح ولما بس لما ينجح صعب يصفقون، وصعب يعني يعطونا نجمة. موجود برضو، موجود هذا ستايل عند البشر مرات، وهذا طبعا مو هم لأنهم هم في ظهرك لما فشلت، لا 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 لا، مو هم في ظهرك لأنك أنت فشلت، لا، مرات أنت تلامس قصة ألم لديهم فيتعاطفون مع الألم اللي موجود، بس هم لا، ما راح يعني يعطون من طاقتهم ويقفون معاك ويكونون في ظهرك، لا لا. مثل يعني خلنا نقول سيدة تزوجت، بنت تزوجت، أوكي، زواج صغير كذا وعائل وكذا، يمكن خالتها ما كلمت تبارك ولا تهني، بعدها بأسبوع اتطلقت، كلمت الخالة تقول يا الله والله إني ضاق صدري لما طلق أسبوعين راح كانت متزوجة ما كلمت تقول مبروك، صح؟ بس لما اتطلقت البنت كلمت تقول يا الله. ليه؟ يمكن عندها مثلا بنت مطلقة فبتالي تفاعلت مع الموضوع، أو يمكن قاعدة تتشمت، ما ندري وش القصة، بس تعاطفت مع الـ مع الـ مع السلب، ما قدرت تتعاطف مع الإيجاب. وأنا مو ضد التعاطف مع السلب، مو ضد، خصوصا لما يكون لك دور، بس إذا ما لك دور ما المفروض أنك أنت تدخل في الموضوع، لأنه إذا بتتعاطف مع كل شخص متألم في الحياة راح تستنزف كثير من طاقتك. لكن إذا لك دور تجاه شخص، إذا تعرف إنه كلمتك راح تفرق، أدائك راح يفرق، سلوكك راح يفرق في الموضوع، قدم هذا التعاطف، خليك إنساني وقدم هذا التعاطف. إذا تعاطفك ما يفرق أرجوك ابتعد، ابتعد. تذكرون ما حنا بعيدين عن قصة الطفل ريان لما طاح في البير، وقلت لكم الفوضى المشاعرية اللي صارت وقتها، يعني عرفت إنه الموضوع خلاص خرب، الناس خربوا من تعاطفهم،
الناس يعني صارت تبكي وصارت تنوح وصارت قبل ما يموت الطفل، قبل ما يعرفون انه مات خلاص اصلا قصة انتهت، انتهت هو كذا كذا القصة صارت، هم انهوا القصة. فبعض الناس ايضا تجميع هذه الطاقة قد يضرهم هم في القيعان، قد يعني يؤذيهم هم في القيعان. لذلك مرات مو جيد حتى انك انت، مرات مو جيد انك انت تقول انه انت في قاع لما تعدي شوية، بس انت قسها على حسب الموقف، يعني حسب الموقف. تقول لك انا طحت ما حد تأثر، حبيبتي انت بسم الله عليك، ما انت محتاج احد. خلونا ناخذ اسئلة من التيك توك، عندنا 65,000 لايك، ثانك يو، شكرا جزيلا. ليش دائما سارة حبيبتي تقول ليش دائما اذا كنت ابغى شيء يكون نجاح لي افكر بدون وعي بنظرة الناس لي، وكيف راح يندهشون ينبسطون مني؟ كيف راح يندهشون ينبسطون مني؟ قد يكون برنامج داخلي من الداخل، انه انت يوم كنت صغيرة كان الموضوع مرتبط بتقييم الاهل او تقييم المدرسة او وش وجهة نظرهم وش يبغون يقولون. وعموما من الصعب جدا ان احنا نتخلى 100% عن ربط النجاح بوجهة نظر البيئة اللي انت موجود فيها، لانك في النهاية تبغى تقييمهم عشان تعتبر نفسك انك ناجح. صعب ان نتخلى 100%، لكن الاشخاص المبدعين لانهم يطلعون برا الصندوق وينتجون شيء جديد، وبالتالي قصة أرواحهم أنهم هم لا يحصلون على التقدير أو النجوم من المجتمع، لكنهم يطورون البشر، فهم ينجحون ويبدعون لكنهم لا يحصلون على التقييم، لكن هم يصيرون سووا اللي هم يبغونه، يصيرون هم حققوا الشيء اللي هم شايفينه في أذهانهم، وصلوا للنقطة اللي يسمونها أوكي هاي نقطة كمال، يعني مع المفروض تحطم هذه النقطة قبل ما توصل لها عشان ما تتورط، لكنهم لما يوصلون صورة معينة هم خصصوها في أذهانهم يصيرون هم ارتاحوا اطمأنوا انهم هم وصلوا هذه القصة. كيف اسامح الناس المقربين اللي ما وقفوا معاي وتخلوا عني باكثر لحظات ضعفي برغم هم اخوة واهل؟ تمارا حبيبتي انت، حبيبتي ما هو سهل انه انت يعني تكتشفين هالقصة وهذه المعلومة في قاع في ألم، ما هو سهل. لكن أبغى أقول لك إنه الموضوع ما هو موضوع يعني خطأ يسامح عليه، هو مو في هالكاتيجوري إطلاقا، هو ما هو في هالخانة أصلا. التسامح يكون لما الشخص يخطي عليك، لكن أنت فرضتي فرضية، فرضتي إنه خلنا نقول مثلا فرضتي إنه مثلا أختك هذه اللي بتوقف معك لما تكونين في القاع، بعدين انت رحتي القاع ما لقيتيها هناك، بس ترى انت اللي فرضتي الموضوع، انت افترضتي هذه القصة، انت افترضتي، هي ما التزمت، هي ما قالت لك انا معاك في القاع، انت فرضتي هذه القصة في راسك. لذلك ما هو الموضوع هو خطأ وهم يسامحون عليه، هم مش هذولاك الناس اصلا، هم مش الناس اللي يدعمونك في قاع، هم مش الناس اللي يكونون في ظهرك لما تطيحين، بس ما هم هم اصلا، ما هو دورهم. وقد يكون قصتهم اصلا قصة ألم، قد يكون هم اللي يجرونك للفشل، مرات ما تدرين مين الشخص اللي عنده عقد كارمي معك، هو اللي يؤذيك، هو اللي يؤلمك، ما تدرين مين، قد يكون ايضا من الاهل هو اللي يؤذيك. لذلك ما هي القصة، هي خطأ وانا سامحهم على هذا الخطأ، لانهم هم كذا، هذه طينتهم وهذه طبيعتهم، اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد 20 سنة وبعد 100 سنة ما راح يكونون معاك في القاع، فما في شيء يتسامح عليه، انت حطتهم في موقف غير صحيح. سورو تقول كيف نتقبل الفشل ونخطط له مثل النموذج الامريكي في ذاكرة النجاح؟ حضرتي ذاكرة النجاح، مبروك. اقترح لك تحضرين ثورة الفشل، ثورة الفشل كثير ممتازة، وذاكرة النجاح جميلة. شوفوا أنا أؤمن أنه إذا أنت تبغى تنجح لازم تفهم الفشل زي ما تفهم النجاح، لازم تعرف الفشل زي ما تعرف النجاح، خصوصا المبدعين
والمشاهير لازم يعرفون الفشل، لازم يفهمون هذا الموضوع كويس ويسوون ديل معاه. رسالة المبتز، تكلمت عن هذا الموضوع في الشهرة، خلونا المرة الجاية نتكلم عن الابتزاز اللي يتعرض له المشاهير. فدا، لماذا يشمئز منا أفراد العائلة عندما نفشل؟ أبي لا يتكلم معي بسبب فشلي في مشروع منذ 4 سنوات. Oh my god. يصير مرات أبوك يقول لك شوف أنت تدخل بهاي الجامعة وتتخرج، إذا ما تخرجت خلاص تصير أنت يعني في البلاك ليست. أو أمك مثلا تقول لك شوفي أنت يعني لازم تتزوجين وتاخذين هذا الرجل، إذا ما أخذتي تصيرين في البلاك ليست. فهم عندهم صورة عننا، حاطين لنا صورة معينة أنه أنت كذا ابني الناجح اللي أفخر فيك. فأنت الآن ما صرت في الصورة اللي هم يفخرون فيها. ومرات يكون أنت قررت أنها ما تتزوج هذا اللي هو اختيار أمها، أو ما تدخل الجامعة اللي هو اختيار أبوها. ومرات الشخص لا، يكون هو دخل الجامعة وحاول بس ما قدر ينجح، كلش ما هو في الطريق ما قدر ينجح، فأبوه يزعل أو يقول أفتح مشروع، ويفتح مشروع ويفشل في المشروع. يا عمي أنا مو راعي مشاريع، أنا تكفيني وظيفة وكذا ومرتاح وما عندي توتر وقلق المشاريع ويعني مجازفات المشاريع. بس هو يبغاك تفتح مشروع، فتفتح مشروع وتفشل في المشروع ويظل هو زعلان ليش أنك ما نجحت. أنا أبغاك تنظف العار، أبغاك تنظف العار. ما المفروض أنه إحنا يعني يصير تقييمنا خارجي؟ المفروض الأساس يكون تقييم داخلي، لكن زي ما نقول نستأنس باللي برا، نستأنس لأنه في ناس عندها حكمة، في ناس عندها وجهة نظر، في ناس تحبنا، في ناس تحبنا حقيقة، حقيقة يحبوننا يعني يبغوننا ننجح، وفي ناس عندها وجهة نظر، في ناس عندها خبرة. فاستأنس من برا بس ما أحط إذني كثير برا، لكن يجب أن يكون التقييم داخلي، التقييم لابد يكون من جوا في الدرجة الأولى. ذلك نظف العار. العار أطول من العمر يا دكتورة. عاد صدقين إنه ما هو صعب. ما أعرف اللي حضر العار يا جماعة. يعني أكيد هو يختلف من إنسان إلى إنسان تنظيف العار وكذا، والقيعان تختلف، لكن أتكلم لك أنا بالنسبة لي شخصيا أعتبر الخوف هو أصعب. الخوف يعني تنظيفه صعب وطبقاته كثيرة. العار أعتبره أسهل كثير في التنظيف. أي نورة تقول الخوف أطول. أمل تقول حضرت العار استفدت، أسهل تنظيف العار. أوكي. حنان تقول الكورس رائع يا جماعة، مفيد، غيرني تماما. جدا جدا. يعني دائما أنا لما أشوف بنات كذا يعني كذا صغيرات وعندهم عار، أقول أخ ودي أخذها وخليها تحضر العار كذا وتخلص الموضوع. أحس الموضوع أبسط من أنها تعلق فيه سنوات. أحس موضوع العار أبسط من أنك أنت تعلق فيه سنوات طويلة. مو زي الخوف، لأنه الخوف هو أساس التجربة. التجربة قائمة على فكرة الخوف، لك تظل طبقات 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 عميقة من الخوف. Oh my god. تقولك حابة أهدي ابني كورس من عندك عمره 14، إيش تنصحينا أشوف روح مبدعة؟ Oh my god. ما أدري، أحس حطيتيني في موقف كذا يعني. أعتقد أنك أنت أقدر مني أنك أنت تختارين وتكونين معاه في التطبيق برضو. ما أعرف عن عقليته عن إمكانياته، بس ليش ما تحضرون شفرة كاليوبي سوا؟ ليش ما هو يحضرها وأنت تساعدينا إذا عنده أي مشكلة؟ صح، عظيمة جداً. دانا حبيبتي تقول فشلت 5 مرات، رسبت بالثانوية، كل سنة أمي تدعي علي أسقط، هل لدعائها تأثير فعلا؟ Oh my god. Oh my god. يلا كل واحد يقول الحمد لله والشكر على أمي. ها؟ شفتوا هالأم؟ شفتوا هالأم؟
الحين انت عدد محاسن امك. او ماي جاد شوفوا الفرق بالضبط, شوفوا الفرق. تدعي عليها ترسب, اعوذ بالله مظلمه الام. ابغى اقول لك لا ما 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 في تاثير, بس قد يكون التأنيب اللي انت تعيشينه وعملية التأثير اللاواعي على الموضوع أثرت على القصة. بس هذا هي. ما راح حبيبتي تقول اللي ينبسط إذا أحد فشل وش وضعه ويزعل لو نجح أحد. زي ما قلت لك إنه بعض الأشخاص ذبذباتهم منخفضة, يعني يشبكون مع الألم ومع القصة المؤلمة والتعبانة, فتضبط معاه موضوع الفشل هذا, يضبط معاه بس بطريقة بالنسبة له هو يفرح يعني, ويزعل لو نجح أحد. في الغالب يكون غاضب, الغاضبين كثير يزعلهم نجاح الآخرين, كثير يؤلمهم نجاح الآخرين, كثير كثير مزعج مؤلم بالنسبة لهم نجاح الآخرين, لأنه يذكرهم أنهم هم ما نجحوا فيستفزهم, وهم قادرين على الغضب فيغضبون أكثر. زينب حبيبتي تقول هل الفشل يعمق التجربة أكثر من النجاح؟ بسبب طبيعتنا أن إحنا يعني عندنا كثير مشاعر سلبية, فلما نروح في قصة سلبية نعمقها ونقدر نشعر أكثر هناك في الظلام, نقدر نحس أكثر ونشعر أكثر وكذا, فيكون فيها عمق. لذلك بعض الأشخاص يختارون الفشل عشان العمق, يختارون الفشل عشان يعيشون هذا العمق. سبق شفت أحد يتكلم كضحية؟ سبق أنك شفت أحد يتكلم كضحية؟ يكون كثير مستمتع بهذا الدور. زوجي آخ أبوي جلدني وضرب زوجي وأنا عشت قصة وما أدري إيه عايش القصة, لأنه ما قدر يحصل عمق أكثر من كذا. وفي النهاية إحنا نبغى شعور. تقول لك المثل يقول يا رب حطني بضيقة عشان أعرف عدوي من صديقي. عجيب, عجبني. كيف نتعامل مع حزن الفشل وألمه؟ عادي, خذ راحتك. تبغى تصيح, تبغى تعصب, تبغى تزعل, زي ما قلت لكم هو طبقات, وتكلمت عن هاي الطبقات في ثورة الفشل. تبتمر بمرحلة بعدها مرحلة بعدها مرحلة, تعيش القصة لما تخلص هذا الفشل. وفي النهاية حتى لو خلصتها تصير ما تدري أصلا أنت خلصتها 100% ولا ما خلصتها, لأنه أنت في القمة ما تعرف وش اللي هناك في الظلام, تكون بعيد ما تعرف, لكن لما تخبط وتطيح في القاع عاد يجونك كل جيش الظلام يجيك, ها اللي قاعدين هناك منتظرين من سنوات, هم قاعدين ما هم قادرين يتحركون لأنك في قمة, قاعدين كذا يعني قاعدين يطالعون كذا يقول ما لنا دور. الغضب والحزن والخوف ومصايب الماضي وصدمات الماضي كلهم قاعدين, شلون هذا هو فوق ما قدرنا نوصل له, ما لما تطيح كلهم يجون يركضون, كلهم يشتغلون يدون عملهم. كل يريد ان يعيش يدون عملهم. فهذه القصة انه انت مرات تقول انه انا خلصت هذه القصة الفاشلة, يعني سيدة تقول انا انفصلت ومريت بألم وقعدت وبكيت ومرت كم سنة والحمد لله أنا الآن خلصت الموضوع 100%. أقولها طيب بلاش 100%, لا أنا ولا أنت ولا أحد ولا مليون واحد يقدر يعرف أنه هو خلص الموضوع 100%, ما نعرف, نتوقع أنه إحنا خلصنا لكن ما نعرف. لأن انتظري هذه لما تتزوج وتتطلق مرة ثانية وترجع تضرب نفس القاع بالضبط, نشوف من ينتظرها, الأولى خلصت ولا ما خلصت, ما تقدر ما تعرف.
لذلك لما تمر بالفشل لازم تمر بطبقات الفشل، تمر بكل هذه المراحل، تعيش الظلام، تحزن إذا الموضوع يستدعي حزن، وتنظف القصة وتأخذ دروسها وتنهض. تنهض. هل شعور الخوف يجذب الفشل؟ كل المشاعر السلبية تجذب الفشل، كلها كلها أيا كان، وطبعا حسب مين قائدك. إذا قائدك الخوف، الخوف راح يجذب لك الفشل. إذا قائدك العار، العار راح يجذب لك الفشل. إذا قائدك اليأس، اليأس راح يجذب لك الفشل، وهكذا. هل طاقة الفشل تعدي؟ شوفوا، احنا نعرف حامل المسك ونافخ الكير، اوكي؟ ما في شك انه انت تتأثر بذبذبات وطاقة الاشخاص اللي حولك، وهم القوم لا يشقى جليسهم، بس طاقة. انت معاهم في الخلطة، في الخلاط معاهم زي ما نقول، انت ضمن القصة. فاللي ضمن القصة ضمن الحكم، اللي ضمن القصة ضمن الحكم. فمرات انت مشمول بالحكم لانه انت ضمن القصة، لكن خلنا ما ننسى انه حماية نفسك لا تعني هروب من مسؤوليتك، لا تعني اطلاقا. ابنك مريض، مطلوب منك انك انت تعيشين هذه القصة، معلش سوري. طاقة مرض، نعم طاقة مرض، راح تعيشين طاقة المرض وتروحين للمستشفى وتروحين للأطباء وتركضين في نص الليل وبترتبكين وبتخافين، ويمكن يكون على مشارف الموت وفي غرفة الإنعاش وغرفة الإسعاف. طاقة مرض تهربين منها، مالك طريق، لأن هذه هي الكارما وهذه هي المسؤولية، هذا هو قانون المسؤولية، قانون رئيسي في قصة النجاح، ويتبع لقانون الكارما، قصة رئيسية في الحياة. بس خلنا نقول مثلا قصة كثير بعيدة، ما عندك دور إطلاقا في الموضوع، ما تقدر لا تركض ولا تفعل ولا تسوي، ما لك طاقة تصب في هذا الموضوع، أبغى أقول لك ليش تكون مشمول في القصة. بس انتبه أنه بعض الناس ينزعون من قلوبهم الإنسانية والشعور والإحساس بالآخر عشان هم يحمون أنفسهم، بينما هم خوافين، هم خوافين. والمفروض المفروض المفروض لما يكون في شخص في قاع وانت طيب وتقدر تقدم، المفروض تفرح بهذه الفرصة، المفروض تفرح بهذه الفرصة، لأنك انت هنا المعطي، انت اللي تقدم الآن، انت اللي تسقي زرعتك. هذه فرصة ذهبية قد ما تتكرر لك في الحياة. قد يكون الشخص هذا اللي سقط عندك، قد يكون شخص قوي جدا، لكن هو الآن سقط. يكون عندك الفرصة الآن إنك تقدم، تعطي. مرات كلمة تفرق، مرات كلمة تفرق، مرات جملة، مرات يعني شيء بسيط، شيء بسيط جدا لا تتصور، مرات وردة تخفف، يحس الشخص أو واو فلان ذكرني لما كنت في أزمة، أرسل وردة. فلان مع السوشيال ميديا، فلان حط لايك فلان حط لايك، فلان قال كلمة طيبة عني. فهذه أشياء لا تنسى. فعندك فرصة أنك أنت تتعاطف، عندك فرصة أنك تتعاطف، لكن ما يعني أن عندك شلة فاشلة أنك أنت تقعد معاهم طول الليل تكمل الفشل. في فرق. صديقك طاح، كلمك قال أنا في ورطة، وقف معاه. تسهر معاه طول الليل؟ لا، قصة فشل، مو هو الشخص المناسب أنك تسهر معاه طول الليل. هذا الفرق. أحس كأنه نبغى نتكلم عن الفشل أكثر ولا لا؟ هاي يا جماعة قاعد يحسب لي، خلاص خلص الوقت، كأنه قلنا نبغى نتكلم عن الفشل أكثر، يس ولا نو؟ طيب لا تنسون عندنا 8 مواد موجودة على الموقع sumaya369.net، ثورة الفشل. بليز اللي يبغى ينجح يحضر ثورة الفشل عشان يفهم القصة كاملة. ذاكرة النجاح، شفرة كاليوبي للمبدعين، قانون المسؤولية، طاقة الشهرة اللي يبغى يحط نية الشهرة من أول الشهر، وعندنا قانون السعي، وعندنا التسخير والتوكل. أوكي.
راح نتكلم أكثر عن الفشل. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.